مستر سالتا، عندي فكرة. ماذا أفعل الآن؟ إذا لم أفكر في فكرة سيضيع مطعمي. مستر سالتا، عندي فكرة. لماذا لا يعطيني أحد فكرة؟ مستر سالتا، عندي فكرة. لا أصدق ما يحدث لي، أحتاج فكرة. مستر سالتا، عندي فكرة. ما الذي تنتظره أيها الفتى؟ أخبرني. حسناً مستر سالتا، استعد، لا داعي للجلوس لأنك ستقف ما إن ترى هذا. دادا. لا أصدق هذا، البرجر فاسد. مستر سالتا، اللحم ليس فاسداً، إنه ملون. برجر جميل، متوفر في 6 ألوان. هاي 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 هاي. مستر شفيء، تعال أنظر، ألا يبدو هذا شهياً؟ نعم يا سيدي. انتظر، أعطني برجر برتقالياً مع قليل من الأرجواني. ما التالي؟ مشروبات بالخرز؟ بطاطس مربوطة بعقدة؟ لا. برجر جميل، برجر جميل. كفى. أعرف أنها فكرة جيدة، سأريكما. أنا سأفتح مطعماً. بسيط، هل أنت غاضب مثلي؟ نعم. ولما ذلك؟ لا أستطيع رؤية جبهتي، ما مشكلتك؟ عندي فكرة رائعة ولا أحد يسمعني. وأنا أيضاً. سروالي منفوخ، ما فكرتك؟ سأفتح مطعماً وأبيع لحماً جميلاً. انسى فكرتي السخيفة، هذه رائعة. مستعد للافتتاح يا بسيط؟ سيصطف العملاء الجائعون أمامنا لأننا مستعدون. أنا مستعد. أنا مستعد. أنا مستعد. بسيط، منذ متى ونحن هنا؟ سأرسم بطارية جديدة للساعة. مستر سالتا كان محقاً، ربما فكرتي سخيفة. سبونج بوب، أحياناً يجب أن نغوص في أعماقنا لحل مشكلاتنا. أنا خائف. سأغوص أنا مكانك. آسف، سروالي منفوخ. هل عثرت على شيء؟ هل تبيعون الطعام هنا؟ نعم يا سيدي، نبيع برجر جميلاً. هذا الشيء أخضر. أخضر. مستر سالتا محق، ماذا سأفعل بكل هذا؟ هل هذا أرجواني؟ إنه اللون المفضل لي. ليس سيئاً يا رفاق، البرجر الجميل أفضل فكرة في العالم. ريك، كيف فعلت هذا؟ أنا وأنت كنا شخصاً واحداً. كان هذا في السابق، أما الآن فسأفصلنا. نقطع هذا البرنامج من أجل خبر عاجل. هذا الحشد الكبير خلفي يتلهفون على أحدث إبداعات قاع الهاموري في الطبخ. لنرى ما الأمر. برجر جميل؟ نرى بوضوح أن البرجر الجميل مطلوب، لكن ما الذي يجعل سكان قاع الهامور يفضلونه؟ يتماشى مع حقائبنا. يذكرني بموطني. البرجر اللذيذ مدهش. مستر سكوير بانتس، بما تفسر لنا هذا النجاح؟ لا أدري.